سيدنا السلام عليكم، كنتم الله يوسع عليكم بخير، كنتمناكم تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي، انتم وليداتكم واحبابكم والديكم، الله يطول لهم في العمر ويخليهم لنا بركه يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جاتنا عندنا الوالده قصر معنا كما نقولوا، تريح معنا، وحشناها مدة ما جات لها عندنا. الله يطول لها في العمر وخلي لي الكلمة دائما مع المشاهدين، نقول لهم كيف نتمنى. أكيد نتمنى لاباس عليكم، باركم الله يعاونكم ويسهل عليكم. الله يسهل الله يجيب. السلام عليكم اخوتي، كنتم لاباس عليكم، بخير مزيانين، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. كما قال لكم الصديق، جات لنا خالتي، المهم جاو عندنا يما وما خاي، وجات عندنا خالتي القصر معنا النهار، ونقش الحنة لبرا خاي، جاو عندي لبرا ويدي مسكين بالحنة، كنت انا خلط الحنة، ونقش له وخليكم معايا ان شاء الله يا ربي. وتشوفوا النقش ديالي كيفاش جاكم وقبلوا عليه، وتشوفوا البطاطا ديالي كيفاش بطلع، ونشوفوا قلي البطاطا. المهم خليكم معنا كملوا الفيديو حتى الاخر، ما نساوناش من لايك، الله يحفظكم. دايروا مع البطاطا صعيبه بزاف. مشاهدينا خليكم معنا ان شاء الله باش نقشر البطاطا كما كتشوفوا. المهم نقليها وانا نتكلف بالعشاء ان شاء الله، العشيه قبلوا عليا صافي. انتما خذي دابا كما تشوفوا قشرت البطاطا وقصبتها قطعتها، دابا ان شاء الله نعمل الملاح ونسخن الزيت. المهم خليكم معنا قليا ان شاء الله، ما نساوش من لايك. دابا خذي كما تشوفوا هو الزيت سخون، نقول لها سير وياكل اللي ما يمشي. أنا نتوجع عند الضوشة عليه صاحبي، باقي ما بديتي الفيديو. لا الفلاش مع الضو ما يجيش مزيان. المهم أخوتي كما تشوفوا عندي الإبرة والحنة. الشوكة لقيت التلقيحة. التلقيحة هذه ديالنا واحد. المهم جات عندي مرا الخاي وفرحت بها وغير نقش لها الحنة. هادشي اللي كاين، انا ملي يجي عندي شي حدا نقش له الحنه نفرح به.
يلا سيدي، الصحة والراحة. يعطيك الصحة. رجعت لخيا دركات تخرج لخمتي انتي من تقيل الحنة خرجت هلا جا حنطاغية مش آخر جي خرجت على الصطاع لا أعطيك الصحة شوية شحال هذه ما نقشنا الحنة نقاشة ربي جلسني ياخدر كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب فكر منير فيا من أقبلوا للحفظ بشرى فإن السعي منكم لا يبور جنيتم من ثمار الحسن حسنا وأقبلت العطايا والأجور كتاب الله للأرواح نور بيوت قبله كانت قبورا فأحياها وكان به النشور تنزلت السكينة في رباها وأمطرها من الرحمات نور فللقرآن فلنبذل ونسعى فغيث الفضل هاتان غزير نعيم في الحياة ومكرمات وفي الأخرى إلى الخلد المصير كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور
كان مرض خايف. المهم اخوتي اللي عجبو النقش ديالي وكان شي عرس قريب مرحبا على راس العيد اتصلوا بيا، كاين النمره ديالي في اليوتيوب على الفيديو صندوق الوصف، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله يا ربي. ومرحبا ومرحبا بكم. هو ما رحبتش بالعاوز ديالها جات لعنده. مرحبا بك يا خالتي. هاي نارج لا راج بالصحة والراحة أميرة. كما تشوفوا البطاطا ديالنا هي طابت، الله يعطيني الصحة. يا خويا حيدا اللي طايبة أخرى حركة باش تطيب. لا ما تخافش عليا بحال الأمور هذي أميرة، الأكلات الخفيفة ما تخافش عليا. فوق شديد هادي بقى جرانا للزيت نعم سيدي كما كتشوفوا، كنجروها بحال هيدا كنعملوا لها هيدا، وهادي كنهزوها بحال هيدا كما كتشوفوا محمره واعره. المهم صافي ان شاء الله يجي رمضان ونعمل لك الوصفات انتي ان شاء الله يا ربي. ديما لا لا كنت جالس لا كنت جالس من وعدك من وعدك شي اميره ما نقوليش شي انا ما شنقي وانا ما شنقي شي. لا لا عرفني انا عارفه خي. لا عرفني انا ما عزيش عليا الهام عزيش عليا الهالكه الواوات. شوف هذا ان شاء الله نقلقي لك الوصفات منكو جالس باذن الله. شحال هذه كنا نصاوبوا الحريره عيد نصاوب الحريره. سقسي امي سقسي امي سقسي تنقل الحريره وكتواجه الوالده مسكينه كتشد شي وقت للفطور. صافي هذه عجبني انا هاي خلقه خضرا شويه خضرا. هاي تشوفوا يصال شنو عملت لنا العشاء هي عاوتاني الوصفه ديال العشاء. كنت عاود لنا العشاء ساعه صدقت موقد صغبت له عاود شي حاجه ما صغبت له الاكله الصعيبه صغبت انا هي مش مطلوب شي الله يعطيك الصحة وصافي. الدجاج فريتها هو خلي